أدعو الأستاذ جليس مطر سكرتير اللجنة القطرية للسلطات المحلية ليلقي كلمة لجنة المتابعة نيابة عن الأستاذ مازن غنايم رئيس اللجنة القطرية. انتصار السلام عليكم جميعا وأهلا وسهلا بكم في هذه الباحة في هذه التظاهرة الجبارة من أجل إسماع صوتنا إلى جميع العالم. أيها المتظاهرون والمتظاهرات أهلا وسهلا بكم جميعا، نتظاهر اليوم وهنا في تل أبيب موحدين كجماهير عربية في البلاد بقرار من لجنة المتابعة العليا، لا لنستفز أحد بل لنرفع بطاقة صفراء بوجه الحكومة الإسرائيلية وسياستها تجاه أعضاء لجنة المتابعة العليا، أعضاء الكنيسة، جميع القيادات، تفضلوا لقدام الجميع صف واحد. وحدة